مش هنلاقي حد يتصل اساسا، لان انا عارفها حلقات صعبه مستصعبه على الشيعة الاثني عشرين، صعبه مستصعبه على الشيعة الاثني عشرين، منكم مبني على طراها وماكو حد بيرد، ومفيش حد هيرد. هيرد يقولوا ايه؟ هيرد يقولوا ايه؟ السلام عليكم. اتفضلي معايا. نعم، علي من العراق. انت ليه حشر منديل في زورك كده يا علي وانت داخل تكلمني؟ يعني ما تتكلم بصوتك العادي يا علي، يعني حاسس ان حاطط فوطه في بقك عشان تطلع سنتر الصوت. يعني انا يعني نعم، ريد نسال سؤال يا اخي. يا اخي سلمنا. طب ما تتكلم بصوتك الطبيعي يعني، يعني اتكلم بصوتك الطبيعي يعني، حاطط لي منديل في زورك ولا فوطه مطبخ في زورك؟ يعني ما تتكلم عادي يا عم، وانا هاكلكم في ضيوفك احمد، وانا هاكلكم في التليفون، كل واحد بيخش يغير لي صوته. اتفضل يا علي. طيب هسه شنو؟ مين خالف استاذ اشرف؟ يعني انت يعني صدرك كبير، تحملنا ان شاء الله. هو حسين نفسه بس عامل نفسه علي. تفضل يا حسين. نعم استاذ اشرف، انا مو تكلمت وياك بتحريف القران. امال انت نعم تكلمت حسين، في بس ما تكلمت وياك بتحريف القران، تكلم يعني في التوسل يعني، وتسالتني سؤال ونريد نجاوبك، لكن انت اغلقت الخط. يعني ما ادري، يمكن اخطات واخطأ، يعني اغلقت الخط. مش انت حسين اللي بتاع، انت حسين بتاع البدايه اللي اتكلمت معاك يا عم حسين لما اتكلمت معاك في التوسل؟ معلش انت بتفسر بكيسك وانا مش عايز اتفسر. نعم. التفسير اللي بتقول لي لا بعد، اسمعني، طيب بعد 15 دقيقه معاك. اسمع يا حسين، انا ما عندوش استعداد يسمع، ورب الكعبه احطك في الحظر لو ما سمعت. 15 دقيقه برد على شبهه الاعمى، بيقول لي بعد كده، وكل سؤال يقوله ارد عليه، يقول انا لسه ما سالتش. بعد 15 دقيقه كلام معاه تقول لسه ما سالتش؟ انت جاي تهزر بقى؟ 15 دقيقه بتناقشني تقول لي لسه ما سالتش؟ طيب لا استاذ اشرف، هسه خلينا نتحاور انا من جديد. حسين، اسس الحوار حسين، حتى نكون تعرف تحاورني؟ تعرف تحاورني؟ نعم نحاور بنقاط عده نحاور بها. تخبرني نحاور بنقاط راح اطرح عليك احنا في الحديث نفسه. انت تحاور، انت تعرف تحاورني؟ يعني سؤال يا حسين، نعم. هل انت اهل للحوار مع اشرف غريب؟ انا احاور. انت اهل للحوار مع اشرف غريب؟ يعني هي ليس اهلا، هي العلميه والادله هي تحكم، العلميه والادله هي تحكم. انا عندي ادله حطرحها عليكم، ان شاء الله هم تطرح ادلتك علي، وان شاء الله يعني يستفاد المشاهد، وانا استفاد وانت تستفاد، وقد اكون انا مخطئ. طبعا عندي سؤال، عندي سؤال، يعني والله عندي سؤال، عندي سؤال، تفضل وليس امر. هو نعم عندي سؤال، تفضل وليس امر. التوسل ما في يا عم، في التوسل انت خايف ليه كده؟ عندي سؤال في التوسل. ممتاز. في حديث الضرير يا أستاذنا، بمن كان يتوسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بماذا توسل إلى محمد؟ بمن كان يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعني يتوسل، يعني إذا عندكم نعم يتوسل بحق السائلين ويتوسل بنفسه. دليلك أنه كان يتوسل بنفسه. دليلك في صفحة كذا في كتاب كذا. تفضل جاوبني. انا مش عايز اجابه نصيه منك. نعم. شفويه. اي يعني اجابه بصفحه كذا في كتاب كذا. طيب اتفضل. يعني انا هجيب لك الدليل دلوقتي يعني، قبل ما تتكلم كلمه. انا هم اسال قبل ما تتكلم. نعم. كلمه. طلع الدليل ثم تحدث يا عم. طلع الدليل ثم تحدث. اجب بالدليل ثم تحدث. تدل اتفضل. اين ورد الدليل ان النبي كان يتوسل بنفسه؟ اتفضل. انما دي يا محمد، ها ما جبتش الدليل، انا اقفل معاك وتسيبنا من الصداع بتاعك. لا عندي دليل، والله عندي دليل. اتفضل ادينا الدليل ان النبي كان يتوسل بنفسه. اتفضل يا عم. في كتاب كذا في صفحه كذا قال رسول الله. نعم. انا اتوسل بنفسي بس خلاص. نعم تدل حسب طالعك اياه، لكن انت عند صبره يعني ان شاء الله، وليس امرا، بس تصبر علي حتى تطلع. ما هو قدامك دقيقه قلت يعني ان شاء الله يطلع. هذا ها نعم هسه تطلع ان شاء الله. نعم اقرا الحديث ان شاء الله. هذا اكرا. الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد عن انس بن مالك لما ماتت فاطمه بنت اسد. الحديث طويل، انا اروح الموضع الشاهد. استاذ اشرف تفضل. يقول النبي دخل رسول الله فاضطجع فيه فقال الله الله يعني الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لامي فاطمه بنت اسد ولقنها
عددها وسع عليها من قبلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلك، رواه الطبراني في الكبير وفيه روح ابن صلاح وهو الثقة والحديث الصحيح. رجاله يعني ده فين اللي قال رجاله صحيح ده؟ استنى، فين هنا انا اتوسل؟ فين النبي يتوسل بنفسه هنا؟ وفين من قال الحديث صحيح ده؟ تمام، فين ده الهيثمي فين ده قال الحديث صحيح؟ فين مين اللي صحح في الهيثمي في مجمع الزوائد؟ في مجمع الزوائد ده مين اللي صححه؟ مين اللي صححه؟ هو الهيثمي استاذ اشرف، هو الهيثمي نفسه الهيثمي. قال يا استاذنا الفاضل، يا استاذنا الفاضل انا بسال حضرتك سؤال، من صححه؟ وانت بتقول لي صححه في مجمع الزوائد، تمام. الحديث مرسل اساسا، ازاي حضرتك بتقول صحيح؟ ها، ادي الحديث قدامكم اخواننا الاحبه، بارك الله فيكم. اسمع، وروي هذا الحديث عن انس وابن عباس وجابر، وروي مرسلا عن محمد بن الحنفيه ومحمد بن عمر بن ابي بكر، تمام. يعني انا عايز افهم كيف مروي هذا الحديث عن من انس بن مالك لفاطمه بنت اسد؟ ما تركز. لا، هو انس لما قال لما ماتت فاطمه، هو قاعد يروي. المستعان، الله المستعان. اتفضل استاذنا الفضل. يعني فين هنا النبي دعانا للتوسل لنفسه؟ الله يصلح حالك. يعني الله الذي يحيي ويميت وهو الذي يموت، اغفر لامي فاطمه بنت اسد ورقنا حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلك فانت ارحم الراحمين. فين هنا ان النبي كان يتوسل بنفسه؟ تمام. يعني هنا استاذنا الفاضل، يعني النبي، يعني بنبيك والانبياء، يعني من هو نبيك؟ بنبيك والانبياء الذين من بعده، من هو نبيك؟ يعني استاذ الفاضل، الله يصلح حالي وحالك، النبي محمد كان يتوسل الى الله بالانبياء وبنفسه؟ نعم، ظاهر الحديث هذا عندكم. انا ما عندكم؟ يعني لا، عندنا الحديث لم يصح استاذ. نعم، هو عندكم في مجمع الزوائد. والله عندنا الدارقطني ضعف هذا الحديث ايضا اصلا. يا استاذ الفاضل، سند الحديث صحيح لا يعني صحه الحديث، ده اولا، وان كان سنده صحيح زي ما انت بتقول، لكن انا لم ارى ام اقف على احد صحح هذا السند، ده اولا. ثانيا، صحة السند لا تعني صحة المتن عندنا، فالحديث لا يخلو عندنا من خمس شروط للصحة، ثلاث أمور بالسند واثنين بالمتن، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، اثنين في المتن وثلاثة في السند، ده الحديث الصحيح عند أهل السنة. إذا قال إسناده صحيح إذن لا يخلو من الشذوذ والعلة، والعلة قد تكون إرسال والعلة قد تكون إسقاط. اسمع، أنا بعلمك حاجة، ده أولا. أما الحديث هنا يدعو لغيرها بحق نبيها، بحق نبي الأمة، تمام. لما انا ممكن اقول كده، اللهم اغفر لامي بحق صلاتي لك وزكاتي لك وقيامي لك وبحق افعالي لك، يبقى اذا انا اخذت نفسي الان وسيله. انا بسالك بمن توسل النبي، بتقول ايه هنا؟ ثم هنا والانبياء الذين من قبلي، اذا النبي صلى الله عليه وسلم عندك يرى فضل في الانبياء الذين من قبلي فتوسلوا بهم. انا بسالك في دين الشيعة يا استاذنا الفاضل، بمن كان وسيله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل، بمن توسل؟ طيب، يعني هل انه دليل اذا النبي توسل، هل يعني دليل على ان التوسل مشروع؟ هنشوف كده، تفضل. يعني سنة النبي فقط في فعله، كل قول وفعل وتقرير. بس انت عندك حديث صحيح للنبي اساسا عشان اسمعني، انت عندك اصلا حديث صحيح للنبي عشان تقول كل قول للنبي على شروط الشيعة في علم الحديث اصلا؟ لا، احنا عندنا احاديث تقول ان يعني هو النبي يصرح يقول اهل البيت هم الوسيله، يعني هو من اهل البيت اذا هو الوسيله، هذا اذا هو يعني هذا يعني قوله. يعني كيف اهل البيت وسيله؟ ممكن نفهم كيف علي وسيله؟ هل علي وسيله الان؟ علي هو يقول نعم في نعم. انا بسالك سؤال، انا كرجل حي الان، هل علي وسيله الان بالنسبه لي؟ نعم، وسيله. كيف وسيله وهو ميت اصلا؟ عايز افهم. نعم، وسيله، يعني وسيله بمكانته، يعني يمكن اتقرب الى الله. نعم. يعني ازاي؟ فهمني، يعني ايه بمكانته اتقرب الى الله؟ يعني عايز افهم برضه. يعني تقول نعم اني اتوسل بامير المؤمنين علي بن ابي طالب الى الله. انت شايف هيعمل لي ايه؟ يعني لما اقول اتوسل بامير المؤمنين كما فعل الضرير، يا استاذي امير المؤمنين ده هيعمل لي ايه لما اقول الكلمه دي؟ ايه محله من الاعراب؟ نعم، ليش هو انت سالت الله
انت سالت الله ام سالت امير المؤمنين؟ شوف شوف التناقض صار كلامك. انت اللي بتتناقض يا استاذ، مش انا اللي بتناقض. ليه ادخل امير المؤمنين وسط؟ الله يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. الله لم يجعل واسطه، لماذا انت جعلت هناك واسطه؟ لا دقيقه دقنا، مثلا هسه شخص يقول إن عندي سؤال سهل يا استاذ حسين، حل المشكله دي بسؤال سهل. فاطمة كانت تتوسل بالنبي أم علي؟ يعني طيب طيب هل دعاء فاطمة جاوبني على قدر السؤال، هل كانت فاطمة تتوسل بالنبي أم بعلي؟ نعم. لا يعني هؤلاء المعصومين لا يعني لا يعني جاوبني على قدر السؤال، وسيلة هم اتصالهم بمن كانت مباشر. هل كانت فاطمة تتوسل بالنبي أم بعلي؟ هل كانت فاطمة تتوسل بالنبي أم بعلي؟ هو دعاهم. شوف سؤالي واضح. نعم أجابك أجابك جاوب. هو دعاء أجابك، أنا أجابك والله أجابك. دعاء أهل البيت هو أصلا مستجاب، دعاء فاطمة الزهراء هو يا أخي أنا ماليش دعوة دعاء مستجاب الآن يعني أستاذ الفاضل، إذا قال الله أمر يقع على أهل البيت ومن دون أهل البيت، ولا هم مستثنيين أهل البيت من القرآن؟ أكيد يقع عليهم أحكام القرآن كما تقع على غيرهم، وإلا كان هناك استثناء في القرآن له. نعم. سؤالك الآن بتقول وابتغوا إليه الوسيل، إذا الشيعة بتعتمد على تلك الآية، اسمع يا أستاذنا اسمع، الشيعة تعتمد على تلك الآية فإن الوسيلة ضرورية لكل عبد، واعترفت أن النبي كان وسيلته نفسه. أنا بسألك سؤال، فاطمة كانت تتوسل بالنبي أم بعلي؟ أول النبي وسيلته نفسه، هذا عندكم أنا احتجيت يا عمي بمن كانت تتوسل فاطمة؟ مو قلت لك اتصالهم مع الله مباشر يعني لا يحتاجون الى وسيله، وانا لا احتاج الى وسيله مثلي مثل فاطمه، عندك اعتراض؟ وانا لا احتاج الى وسيله دعائي الى الله مباشره، عندك اعتراض؟ اسمع يا عم اسمع يا عم اسمع. طيب بس يلا انا مثلي مثل فاطمه لا احتاج الى وسيله، عندك اعتراض؟ لا لا مو هم يقولون احنا الوسيله، فهل الوسيله تتوسل بالوسيله؟ هل الوسيله تحتاج وسيله؟ هاي غير الله المستعان معقدة. الله المستعان صارت معقده معادله يعني معقدة. انت بتقول معلش الله يصلح حالي، هم الوسيله الان 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 بس الله هم الوسيله الله يهدينا ويهديك الوسيله يا عم الله اسمع بس، يعني انا فعلت مثل فعل فاطمه، اخذت بسنه فاطمه دعوت الله مباشره، هل علي وزر ودعائي يستجاب ام لا؟ نعم ليس فيه إشكال من شكرا ليك بس إشكال. أنا بتبع سنة نعم. فاطمة وسنة الأئمة، أنا أرى لا وسيلة بيني وبين الله كما كان الإمام لا يرى وسيلة ما بينه وبين الله، فأنا أدعو الله مباشرة والإمام يدعو الله مباشرة، هل نحن على حق أم على باطل؟ نحن الاثنين أنا والإمام. ها دقيقة، كيف الإمام لا يرى وهو يأمرك يقول لك أنا وسيلته؟ أين يعني قال الإمام أنا وسيلتك؟ صار كلامك مبني على شيء خطأ يا أستاذ الفاضل. يا أستاذي الله يصلح حالي، هل عندما قالت فاطمة تمام يا علي أغيثني يوم أن ضربت، هل أغاثها علي بن أبي طالب أم ضربت؟ جاوبني، هل نفعها توسلها بعلي أم ضربت؟ متى قالت هذا الكلام؟ تفضل جاوبني، هل ضربت فاطمة وعندما استغاثت بعلي أم إن قولها يا علي أغاثها من الضرب والزحف؟ دقيقة، متى قالت يا علي؟ متى قالت؟ تفضل يعني جيب لنا نص شرعي تفضل رواية. هي ما قالتش يا علي صح؟ إذا استغاثت بفضة، فشكرا ليك. شفت وقعتك إزاي؟ كلامك خطأ. شفت أنا جبتك إزاي على حجري زي ما بيقولوا بالمصري؟ أنا عايزك تروح لفضة، لماذا استغاثت فاطمة بفضة وهم الوسيلة أساسا؟ استغاثت بالأدنى من علي. شكرا ليك يا حبيبي. مين؟ انت تقول مين معايا؟ مين معايا؟ مين معايا؟ يوسف، يوسف من العراق. يوسف العراق، تقول يا يوسف انت تقول الأمة ما معصومين، انت شنو هذا؟ يعني ايه معصومين؟ ممكن تفهمني ايش معنى معصومين؟ انت تقول الامه ايوه، عارف معنى عصمتهم يعني ايه ولا مش عارف معنى العصمه؟ انت جاوبني هل على
طيب افتح 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 لي تفسير، افتح لي تفسير قوله تعالى حملته امه كرها وضعته كرها، وقرا لي التفسير ده كده من كتب الشيعة. وهل انا جاي اسالك ثلاث تفاصيل؟ انا بجاوبك اهو، اجاوبك اهو. ثلاث تفاصيل هو ده مش فاهم ولا ايه؟ ايوه انا اسمع. انت تقول الامام مو معصومين، يقول عليهم السلام هم ضمان الله للبقاء للسلام من قاد العقيده ورجوع عليهم. طب انا عندي سؤال، سؤال 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 عشان افهمك ان هم مش معصومين. ما انا هجاوبك اهو. معنى معصومين انهم يعلمون كل شيء، انهم لا يخطئون ابدا ولا يسون ابدا. عندما ضربت فاطمه وتركها علي، كان علي على صواب ام على خطا؟ هم عالمين الغيب. طيب طيب عالمين الغيب استمر حتى جاوبني بقى. انا جاوبني على سؤالي. عندما ضربت فاطمه وعلي يعلم هذا، كان علي على صواب على خطا عندما تركها تضرب؟ ما جاي سمعت صوتك. عندما ترك علي فاطمه تضرب، هل كان على صواب ام على خطا؟ على صح. يعني هو كان اراد ان تضرب فاطمه؟ انا ما تركوا فاطمه هو نقل. يعني هو علي اراد ان تضرب فاطمه؟ ما ترك تشهدتك. انت جاي تقول ان مش هو معصوم ولا وهذا فعل صحيح؟ اتق الله، انت تتق الله. الان عندما ترك المعصوم بعصمته زوجته تضرب، كان راضيا ام على صح ام على خطا؟ قلت لي كان على صح. يعني اذا الامام عندك اراد ان تضرب فاطمه؟ انت اقول لك هو امتحان وما امتحان. انت تقول صح امتحان. من الذي قال انه اديني اديني دليل واحد يا عمي يا عمي يا عمي. وهل المعصوم يمتحن يا عمي؟ رب العالمين. ومن الذي يمتحن؟ من اللي امتحن المعصوم؟ هو خالق كل شيء عندكم. انت تجيب لي ادله من السماء تعرف قلت تجاي قلت والامير القريشي. طيب نسيبنا من الاولاني. هل عندما بايع الحسن، هل يا اخي عندما بايع الحسن معاويه وسلمه الخلافه؟ لا لا هذا السؤال انا قايل لك تجاوبني. ما انا بسالك اهو. انا متابع لك. انا بسالك اهو. انا بسالك اهو. الان عندما بايع الحسن معاوية، كان على صواب أم على خطأ؟ أنت أولاً ما جاء تعرف هو مو امتحن حتى صح أو خطأ. أنا جاي أسألك أنت تقول الأئمة مو معصومين صح أم خطأ أنت تقولين؟ نعم. عندك فاطمة رفضت ولادة الحسين ورفضت الحمل بالحسين عندما بشرها الله بذلك، هل هذا ينقض عصمتها أم لا؟ اسمع لي، سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام بعد تعالى بها تأثرت حطيمة على خيرها الصوفية. سمعينه بقول ايه؟ والاجتماع من جنوبها كتبوا بلغة سريعة. سمعينه بقول ايه؟ جين جاوبنا على هاي الكلمة اللي قلتها هسه انت خوش بكي. ما انا بجاوبك اهو. جاوبنا على هاي اللي قلتها هسه. انا بجاوبك انت لو بتفهمش. طب اعمل ايه؟ نحط في اجابة تانية. نحط اجابة تانية. هي ليه ظلت مفردة؟ بتقول ايه؟ أنا مستعطيتك سؤال لو نعلي. إيه سؤالك؟ عشان أنا لحد دلوقتي مش فاهم أنت عايز توصل لإيه. ما جاي سمع. إيش سؤالك اللي أنت بتقول عليه الأخير ده إيه؟ إيه سؤالك الأخير؟ ألو يا ابني إيه سؤالك الأخير؟ ما هو كلهم بيضيعوا. أنت بس خليني أسألك عندك إيه؟ انت تقول الأئمة مو معصومين. اه غلط. صحيح. زين شنو ادلتك؟ دليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندك في القرآن الكريم عاتبه الله. انت قلت عليه، اسمح لي، انت قلت عليه وعلي وسلم، فانت جاي تقول عليه وعلي وسلم يعني من المعصومين؟ يعني هاي اول كبت. يا اخي روح يا اخي، يا اخي روح نام يا اخي. ايش دخل ان انا اقول عليه الصلاة والسلام بعصمته؟ اتصلني يا ايران ممكن مشارك؟ شيعي ولا سني من ايران؟ شيعي شيعي. اسمك ايه؟ اسمي زهورة الاهوازي. دهورة؟ دهورة؟ زرارة الأهوازي. زرارة، يا زرارة، سمعت حلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
حلقة اليوم كما أتبع الآن حول الجبل. حول إيه؟ الآن بدي يتكلم الأستاذ أشرف غريب بيتكلم عن جمل العاري كما تابعه الآن. لا قبل الجمل العاري كان في سؤالين قبله. الجمل العاري ده تاني السؤال. أحسن. الأول سؤال عندنا يا زرارة بيقول هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما راسل ملوك و صوت الأطفال اللي جنبك ده بس ده سكتهم ها؟ نعم نعم. هل كان من ضمن الكلام أستاذ أعاد الكلام؟ هل النبي عندما أرسل الرسالات إلى كسرى والمقوقص وملك الروم هل أمرهم بإمامة علي بن أبي طالب اتباع إمامة علي بن أبي طالب؟ بارك الله. سؤال جديد. قبل أن أتبع على سؤالك أستاذ أشرف غريب وأنت باحث متخصص في هذا الأمر، لما نصل إلى خبر أو حادثة مثلا النبي صلى الله عليه وآله أمر بعض المسلمين قال نزلت آية الصلاة أو نزلت مثلا آية الصوم، هل يأتي إنسان باحث كمثلك يسأل هذا السؤال ويقول لماذا النبي صنع لم يقل ولاية علي بن أبي طالب؟ شوف يا جميل أنا سؤالي واضح، أنا سؤالي واضح تمام؟ سؤالك واضح. عندك إجابة عليه قل لي واضح. نعم راسلهم بالمطالبة بالإيمان وبال... أنت عندك هل النبوة تنفصل عن إمامة علي؟ هل نبوة النبي تنفصل عن إمامة علي؟ أو الإسلام ينفصل به عن إمامة علي؟ جاوبني بارك الله فيك. لحظة أستاذ، هل تنفصل هل ينفصل هل تنفصل رسالة محمد عن إمامة علي؟ أرسل النبي صلى الله عليه وآله. شوف سؤالي واضح، هل تنفصل رسالة النبي عن إمامة علي؟ سؤالك واضح، جاوب بقى مباشرة. هل أرسل النبي ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وآله؟ لا ما انت هتتكلم اسمعني بس يا زرارة. زرارة كانت بداية الدعوة يا زرارة. زرارة 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 بداية زرارة 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 ثم يقبل يا عم زرارة. نعم انا صغي لك. ركز ثم تحدث. ركز ثم تحدث. نعم حضرتك هتتكلم من راسك ولا هتتكلم بدليل؟ عاد السؤال سؤالك. انت دلوقتي هتتكلم في رد إجابة سؤالي من راسك ولا بدليل؟ ها صوتك انقطع شفنا. بقول لك هتتكلم من راسك ولا بدليل؟ انا اتكلم من عبر السؤال. سؤالك الذي فهمته استاذي قلت النبي صلى الله عليه وآله لما أرسل رسالة إلى كسرى هل دعاه إلى علي بن أبي طالب أم إلى الإسلام؟ أنا بس سألتك سؤال قبلها، هل تنفصل رسالة النبي عن إمامة علي؟ دعاه إلى الإسلام. شوف جوابي واضح. هل ينفصل هل تنفصل هل ينفصل شوف ركز يا زرارة، هل تنفصل رسالة النبي عن إمامة علي؟ كلا. شكرا لي. تفضل بقى. الصلاة جاءت تفضل تفضل. سيبك من الصلاة والصوم الله يصلح حالي. الآن سؤالي واضح، إذا لم تنفصل الرسالة النبوية عن الإمامة فلا بد من التوضيح الكامل للإيمان به دعائم الإسلام كاملة. من ضمن أول دعائم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، ما ينفعش أقول لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله تمام، بدون علي ولي الله. يبقى إذن لابد أن يذكر الثلاثة لأنها لا تنفصل. فمن شرط الإسلام عندك الشهادة الإمامة. الآن سؤالي واضح، جاوبني على قدر سؤالي، هل راسل النبي ملوك الأرض ودعاهم إلى الإيمان به وبالأئمة؟ نعم دعاهم، لا لم يدعوهم. اختصارا تفضل. انت اختصارا انت في بهذا السؤال قائلك ان الامه ليست اصلا من اصول الدين، واصل سؤالك هو
الزام غير صحيح. طيب شكرا ليك. اللي بعد اللي بعد. الزام غير صحيح، اتعلمنا الالزام. شيعي ولا سني يا محمد؟ شيعي شيعي ان شاء الله. عندك رد على الحلقه؟ موضوع حلقتنا اليوم شنو؟ موضوع الحلقه، موضوع اليوم، هل ايه التطهير تدل على عصمه الاثنى عشر ام لا؟ تفضل. ايه اسمع تقولي؟ تفضل. طيب بس عيد السؤال، انا ضعيف ما سمعت. هل آية التطهير فيها دلالة على عصمة الأئمة لديكم؟ نعم نعم نعم. كيف؟ مو بس هذا آية، اكو اكثر من، اكو في آية ثانية يلا. انا بسألك دلوقتي في آية التطهير، خليك في آية التطهير، الله يستحالك. تمام. نعم. هل هم معصومين قبل الآية أم بعد الآية؟ هم معصومين قبل الآية أم بعد الآية؟ قول. ها، هم معصومين. هم معصومين بعد الآية. الله أكبر. إذن الصدوق عندك كذاب الذي قال أنهم معصومون منذ الولادة، صح؟ اعطيني كلام الصدوق. أدي الصدوق أهو، وكل واحد يقول لي اعطيني كلام الصدوق، نعطيه كلام الصدوق. تمام. يقول لك لا، ما عندناش الكلام ده. اقرأ لي خلينا نشوف. ادي نرجع من اول كلام المظفر الى كلام الصدوق. بسم الله. ادي كتاب عقائد الإمامية للمظفر اولا، يقول: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت. يلا، ده أول واحد كده كذاب ولا صادق معانا المظفر؟ لا 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 لا، صادق أكيد. أنت لسه بتقول دلوقتي إن هم معصومين بعد الآية، إزاي صادق بقى؟ يعني حدث العقل بما لا يعقل. أنت أنت دلوقتي قلت معصومين بعد الآية، حاليا بقول لك الذي قال انهم معصومين منذ الصغر، قلت لي مين قال؟ جبت لك اول واحد المظفر. معصومين من الولاده، معصومين من الولاده. يعني انت انت اللي اخطات ولا المظفر اللي اخطا؟ انا لحظه، انا ما كنت اعرف ايش سؤالك، فما كنت محضر فجاوبت دمعه. يعني ثاني كده بتقول ايه؟ المهم يلا، ايه المهم؟ ايه المهم؟ انت اخطات ام الامام المظفر اللي اخطا؟ معصومين من الولادة، قاعد أجاوبك. أنت قلت لا بعد آية التطهير. أقول لك أنا ما كنت أعرف السؤال فجاوبت بدون ما يعني. طب إذا كانوا معصومين قبل إيش 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 لازمة التطهير لهم في الآية؟ إشكالك شنو حبيبي؟ هسه أنا قلت لك أرجع، أنا أقول لك معصومين من الولادة. طب الآن إيش فايدة آية التطهير إذا كانوا معصومين من الولادة؟ إيش فايدة التطهير لهم في القرآن الآية؟ أنا أقول لك، هل آية التطهير قوله تعالى انما يريد الله ليسب عنكم الرجس، متى اراد الله؟ طب انا بسالك انت، في منذ ولادتهم ام بعد ولادتهم؟ الايه بتقول ان النبي غطاهم بكساء وقال اذهب عنهم الرجس، دعا لهم باذهاب الرجس. يبقى اذا ايش فائده الايه؟ أي اذا كانوا معصومين قبلها. طيب على قول النبي، الله تعالى يقول انما يريد الله، لا اله الا الله سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. يا اخي انا بسالك سؤال، ايش فائده الايه إذا كانوا معصومين قبلها؟ سؤالي واضح؟ هو أنا قاعد أقول لك إن الله عندما قال إنما يريد الله، متى يريد الله؟ منذ ولادتهم أم منذ أدار الكساء حولهم؟ يعني هم لو معصومين، يعني الله لم يحدد في الآية، لم يحدد؟ الله لم يحدد. إذا كان الله لم يحدد، لماذا حدد النبي في نفس الموضع في وقت الآية؟ قال غطاهم بالكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فاذهب دعا عنهم الركس وطهرهم تطهيرا. لماذا دعا النبي بذلك الدعاء إذا كانوا هم بإرادة الله معصومين منذ الطفولة زي ما أنت بتقول؟ وأنا تسمعني أنت، أنا قاعد أقول لك كلام الله، بعدين نرجع لكلام النبي. الله تعالى يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس، متى يريد الله؟ في وقت نزول الآية أستاذ الفاضل. تفضل.
اتفضل. ما سمعك. ما انت لازم ما تسمعنيش الان. انا والله ما سمعك. يا اخي انا بسالك سؤال، جاوبني على قدر السؤال. نعم. انت بتقول متى يريد نعم. الله، عندك دليل ان اراده الله كانت مسبقه للايه القرانيه؟ اتفضل. لا هو اذا لم تحدد في الايه يعني ما يعني ما طب ما النبي حدد بعد الايه، مش انت الايه دي مش القران هذا لا يفهم الا بمعصوم، والقران هذا لا يفهم الا بكلام النبي وكلام الائمه، صح ولا مش صح؟ كلام النبي واهل البيت عليهم طب السلام. النبي في نفس الوقت اللي نزلت فيه الايه النبي قال بنفس الوقت كلام احد ائمه اهل البيت اسمعني الامام علي يقول هذه الايه نزلت فينا ليس فقط في اهل الكتاب فينا، لكن النبي لم يحدد. النبي قال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس، وليس خاصه في زمن محدد. ليش اوصل لك الفكره؟ يعني ايه ليست خاصه بزمن محدد؟ ما انا عارف ان الايات ليست خاصه بزمن محدد، الايات احكامها مطلقه وليست خاصه. انا بسالك سؤال، اذا كانوا مطهرين منذ الطفوله ايه ممتاز، ايش لازمه التطهير فيهم؟ ما دلاله ايه التطهير فيهم؟ ايوه استفهمت كلام قلت لك ان هذه الايه ليست محدده في زمن، يعني يا ابن النبي قال حددها، عندما قال يا ابن النبي حددها، شو كنت اراد الله شو كنت النبي حددها. ممكن تقول لي حديث النبي ماذا فعل في حديث الكساء؟ بعد اقرا حديث الكساء كده اللي انت حافظه، اقراه كده عشان تعرف النبي حددها ام لا. تقول اقرا حديث الكساء. اسمع اقرا حديث الكساء اتفضل عشان تعرف النبي حددها ام لا. كتبك او من كتبي؟ من كتبك يا عم. لا وين عايز اطلع لك الرواية؟ طلع. الله المستعان. اول حاجة قال لك لا ده هم بعد الاية. لا اصلا انا ما كنتش فاهم سؤالك، ده هم قبل الاية. اصل ربنا ما حددش امتى التطهير، وربنا ده انا لسه بس يعني انا سايبه كده واحدة واحدة لانه شكله مسكين. في شيعي مش حافظ اي حديث الكساء اللي انتوا بتحفظوه في الحسينيه ليل نهار؟ اتفضل اقرا. اجهز البطانيه. حاضر خلاص يا ابني. بس لحظه ما قاعد تطلع لي ما دور. الله المستعان. طب عايز اسالك سؤال، سامعني؟ تفضل. إذا كان عندك الإمام معصوم منذ الطفولة، طبعا. هل كل فعل وقول للإمام هل كل فعل وقول الإمام يرضي الله ويرضي رسول الله؟ أكيد. هل عندما بايع الإمام أبو بكر كان فيه رضا لله؟ أنا أقول لك، هل الإمام بايع غصبا أم لا إله أم إلا الله؟ بإرادته؟ لا إله إلا الله. إحنا قلنا كل قول وفعل للإمام فيه رضا لله. الآن بسألك سؤال محدد، هل عندما بايع الإمام أبي بكر كان فيه رضا لله؟ ما ده العصمة أهي، العصمة بتتكلم أهي. هل بايعوا مبايعته يا أخي؟ الإمام عليه السلام بس لحظة. الإمام بس خلاص يا أخي أنا هسألك سؤال وجاوبني كده بكل بس سيبك من اللف والدوران الآن. إذا يا عمي أنا بسألك الآن، هل الإمام عندما هجم بس لا إله إلا الله يا أخي رد على قدر السؤال الأول، رد على قدر السؤال الأول. أخذوا بس لحظة ما خدتك أكمل لك يا أخي، سيبك من القصة الخرافية بتاعتك دي، أنا ما بكلمكش على أسطورة كسر الضلع، أنا بسألك دلوقتي الآن، الإمام عندما بايع أبي بكر كان فيه رضا لله أم سخط؟ يا أخي جاوبني، فيه رضا أم فيه سخط؟ فعل الإمام هذا فيه رضا من الله أم سخط؟ بس لحظة أنا أكلمك هنا أن أمير المؤمنين عندما كسر الضلع أخذوه إلى المسجد، قالوا له أنت بايع أو تقتل، فأتوا 10 أرادوا أن يفتحون يده لم يستطيعوا. يا سلام على المظلومين. فأتى عمر أخذ وجعل على يد علي مسحها. طيب الآن سؤالي واضح برضه، سؤالي واضح، سؤالي واضح. هل فعل الإمام هل فعل الإمام يا أخي اسمعني بس يا أخي اسمعني 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 اسمعني، يعني لو الإمام اعترف يا أخي اسمعني
لو الإمام في لا تعتبر بيع. الإمام في كتبك لو اعترف إنه مشى هو إلى أبي بكر وبايعه دون إكراه، هل الإمام يكون صادق أم كذاب؟ لا لا جاوبني. شلون؟ إذا الإمام اعترف عندك في الكتب إنه مشى إلى أبي بكر وبايعه دون إكراه، هل يكون الإمام صادق؟ قصدك إنه يراه في إنه أولى لأنه لا إله. يا عم رد على قدر سؤالي، أنت بتلف وتدور ليه؟ سألتك سؤال ثابت، أنت بكتبك حبيبي. أنا بسألك سؤال صحيحة أتحداك يا أخي، أنا بسألك سؤال في الكتب عندك أنت، في الكتب عندك أنت إنه مشى إلى أبي بكر وبايعه دون إكراه، هل يكون فعل هذا فيه رضا لله أم سخط لله؟ جاوبني. طين الرواية لأرى سند. أنت عندك سند لدينك أصلا عشان تتكلم في سند رواية؟ ده أنت دينك كله بلا سند. لا لا، في روايات مثلا، في روايات التاريخ مثلا نهج البلاغة لازم نرجع للكتب. هو ده الدين الشيعي يا أخواننا الأحبة، بيتلخص في تلك الشخصية، بتلك العقلية، بتلك المنهجية. تفضل معايا. نعم، حسين من العراق. حسين شيعي ولا سني؟ نعم شيعي. تفضل يا حسين. نعم، يعني راجعين في نقطة معينة نحن نسولف فيها، اللي هي يعني هل يثبت من حديث الأعمى يعني التوسل والاستغاثة بالنبي؟ أستاذ أشرف، حديث الأعمى ماله يا أستاذنا؟ يعني هل يثبت منه التوسل ويعني والاستغاثة بالنبي؟ بدعاء النبي، يعني بدعاء النبي، كيف بدعاء النبي؟ اقرأ الحديث كده، اقرأ الحديث كده، اقرأ الحديث يا حسين. يعني طيب تنتظرني بس أطلع؟ تفضل. لكن هو دلوقتي حسين بيسأل عن موضوع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده اسمه التوسل المشروع. تمام احبتي الكرام، وهوضح لكم دلوقتي حديث الان، وضحته قبل كده والله، شرحته شرح وافي كافي ليكم، وان شاء الله انا اشرحه دلوقتي برضو مع الاستاذ حسين المتصل الشيعي الاثنى عشري اللي ان يخرج الحديث، بارك الله فيكم. طبعا نعم نعم. طيب اقرا لك اياه. ماشي تفضل تفضل. نعم نعم، لكن من نقرأ يعني نقرأ كل لازم. أيوة طبعا كله حتى يعني. أو قادر الحديث كله على الشاشة يظهر للجمهور كمان، تفضل اقرأه كله يعني. تمام. مين خالف أقرأه لك أنا، أقرأه لك أنا. أنا رجل ضرير أحمد، فأنا أنا رجل ضرير البصر. إيه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تقرأ. حضرتك اقرأ معي. إيه رح تفضل كمل. الله مين خالف قرأت. إيه تفضل. يا مو تقل قطع قطع يلا مين خا يلا. هذا في مسند أحمد، أنا رجل ضرير أتى البصر، أتى النبي فقال ادع الله أن يعافينا، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير لك، فقال ادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجهت بك إلى ربي في حاجة هذا فتقضى لي، اللهم فشفعه. ممتاز. إذا قرأت الحديث أستاذنا؟ نعم. فهمت إيه من نص الحديث؟ اتفضل. يعني نعم أنا فهمت إنه ضرير أتى إلى النبي. اتفضل. ويعني حاجته مستحصية، حاجته مستحصية، وذهب إلى نعم وذهب إلى مدرج تشريع، طلبوا منه طلبا أن يدعو له، لكن يعني المصلحة أن يعلمه الدعاء. يعني قال له ادعي بهذا الدعاء، خد بال حضرتك ادعي بهذا الدعاء زيادة. تمام صح كده، ادعو بهذا الدعاء. نعم. ايه هو الدعاء؟ نعم، اللهم اني اسالك. ركز في الدعاء كويس، لان صيغه الدعاء مهمه في فهم نص الحديث. اللهم اني اسالك وتوجه طيب. اليك. تمام كمل. نعم كمل حضرتك اللي انت قلته. اللهم اني اسالك وتوجه نعم. اليك ايه؟ نعم، اني اسالك واتوجه اليك بنبيك بنبيك محمد نبي الرحمه، بنبيك محمد نبي الرحمه. إيه؟ ماشي. هنا استاذنا الفاضل اسمعني فاضل. نعم. بس ليس امر. هنا نعم. الاعمى يسال الله في دعائه: اللهم اني اسالك
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. ثم بعد ذلك كمل: إني توجهت بك إلى ربي إني توجهت في حاجتي لتقضى لي. تقضى لي. نعم. ممتاز. ايه الحاجه اللي طلبها الاعمى من النبي؟ اللهم فشفعه. صبرا بس قبل ما نوصل للشفيع فيه، ما هنا بقول لك اني توجهت بك الى ربي في حاجتي لتقضى لي. ايه الحاجه اللي طلبها الاعمى من النبي؟ نعم نعم، طلب يعني يعني مراد الاعمى كان ان يرد الله عليه بصره. الله يفتح عليك، ادعى الله ان يعافيني. يبقى اذا النبي هيعمل ايه؟ يدعو نعم. الله لا. اسمعني، النبي طيب. النبي سيدعو الله ان يشفي الضرير، صح ولا مش صح؟ ركز، النبي سيدعو الله ان يشفي الضرير، مركز؟ جاوبني. طيب اتكلم، ما بقول لحضرتك صح كلامي ولا غلط؟ لا خطا، كلامك خطا. نعم كلامي خطا. كلامك ازاي كلامي خطا؟ لأنه علمه الدعاء. يا حبيبي ما اقرأ يا أستاذنا الفاضل. دقيقة، أولاً علمه الدعاء. اقرأ الدعاء اتفضل. دقيقة، أولاً الوجوه، الوجوه. خلنا أقول لك كلامك خطأ لوجوه. اسمع بس للمجال. حضرتك احنا استنى يا أستاذ الفاضل، يا أستاذ حسين. أعطينا مجال خلنا نتكلم. خليك تتكلم بس، الله يصلح حالي، خليك تتكلم. قول ما لديك. ماشي؟ الله يخليك. بس ما تخرجش عن نص الحديث، اتفضل. أي ما أخرج، ما أخرج، ما أخرج عن نص الحديث. يعني أولاً يعني هذا الحديث إيه؟ اما انه دعا له يعني هذا انه يذكر يعني هاي مساله مهم انه دعا النبي او لم يدعوه، واثمان احنا نذكر هذا النص انه دعا له. طيب اولا، ثانيا عندما يقول بنبيك كيف يعني احنا نقول بدعاء نبيك هذا خطا؟ ثانيا هو هل الاعمى ذهب ام هو يم النبي ويعني التمضاء وتوضا ودعا؟ لا لا، هو ذهب كما قال اسماعيل: ما تفرقنا حتى جاءنا ولا ابس به، يعني قط يعني انه ذهب على يعني ذهب انه رجع بصره، يعني هو ذهب انه ذهب ضرير يعني هذه الاعمال الذي يعني امره به رسول الله ثم رجع. نعم يا حبيبي. استنى اصبر بس اصبر. انت دلوقتي بتشرح من دماغك يا عم حسين، سيبتك تتكلم. شرح من دماغك، قلت لك ما تشرحش من دماغك. ده اولا اختصار الحديث ان اعمى ذهب الى النبي واسمه التوسل المشروع عند اهل السنه، أن يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا توسل بدعاء النبي؟ لأن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله مستجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للضرير؟ اذهب فتوضأ. ركزوا تمام، ده كلام الأستاذ اللي هو بيقول لك أنا كلامي غلط. هذا الحديث قال له: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. ما معنى إن شئت دعوت وإن شئت صبرت؟ بيقول الأعمى يعني إيه إن شئت دعوت؟ يبقى إذن يشفى الأعمى بدعاء النبي أم إن النبي هو من شفاه؟ جاوبني. نعم هو سأل الله. يا أستاذنا الفاضل جاوبني على قدر سؤالي، ما تتعداش قدر سؤالي فضلا. هل هو عندما قال له النبي إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، هل هنا الأعمى يعلم أنه يشفى بدعاء النبي أم بالنبي نفسه هو من يشفيه؟ نعم نعم أحسنت والله العظيم، وأنا راح أجاوبك وأوافقك بدعاء النبي. الله أكبر. بس أصبر علي، أصبر علي. يبقى إذن الأعمى طلب من النبي، النبي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله، أن محمد يسأل الله الشفاء للأعمى، صح كلامي ولا مش صح كلامي؟ يعني دقيقة، يعني قصدك هو دعا وعلمه الدعاء وأمر يا أستاذنا الفاضل، بس ركز في كلامي، ركز في كلامي. طيب الآن الأعمى سأل النبي أن يدعو الله أن يشفيه، صح؟ طيب لكنه علمه الدعاء. ما خلينا بس خطوة خطوة، الله يصلح حالك يا أستاذنا. خطوة خطوة، أنت ليه مستعجل على نفسك؟ نرجع لنص الكلام. يبقى إذن بدعاء النبي قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوء ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة،
ما الذي توجه طلبه من النبي ثم توجه به من النبي إلى الله؟ جاوبني. النبي والنبي علمه الدعاء ودعا به. يا أخي رد على قدر سؤالي. ما إيه؟ الذي اللهم إني أسألك، ركز، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، بماذا طلب الأعمى من النبي اللي توجه به من النبي؟ ها بس اجي السؤال مره خصتك انا اسف ما سمعت يعني. الان الاعمى بيقول اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، ايه هو الذي توجه به الاعمى للنبي محمد؟ نعم، توجه بمنزله وكانت النبي عند الله توجه به، اللي هو ان يدعو النبي له، صح مش كده؟ لا، بمكانة النبي عند الله توجه، يقول أنا أني أسألك، يعني يقول يا ربي اللهم أني أسألك بنبيك، يعني شنو مكانة يعني نبيك قاعد يقول بنبيك. طب ممكن تقرأ لي آخر ثلاث يعني كلمات في الحديث أستاذ الفاضل؟ اقرأ لي آخر ثلاث كلمات في الحديث دي فهمك بطريقة تانية. اقرأ لي آخر كلمات في الحديث، آخر ثلاث كلمات. نعم، تدلل يعني يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذا، فتقضى اللهم فشفعه في. يعني ايه اللهم فشفعه في؟ نعم، يعني اقبل دعاء النبي الذي علمني اياه. اللهم فشفعه، مش شفعني، فشفعه. ركز. إيه 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 إيه. ما هي الشفاعة؟ يقبل دعاء النبي. يقبل دعاء النبي. نعم. في مين؟ إيه في علاج مين؟ اصبر بس. الذي علمه يا أستاذنا الفاضل، يا أستاذنا ركز. الأعمى بيسأل الله أن يشفع فيه دعاء النبي. ما معنى فشفعه فيه؟ يعني اللهم اقبل دعاء. عندك غير كده؟ لا، وانا اوافقك. طب ما هو ده بقى. يبقى اذا طالما حضرتك موافقني، حضرتك طالما موافقني، كيف لم تفهم يا استاذ حسين؟ كيف لم تفهم نص الروايه طالما حضرتك موافقني؟ اذا اعمى ذهب للنبي طلب من، اصبر، طلب من النبي ان يدعو الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل دعائه قال للأعمى انت كمان صلي وادع ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل شفاعتي ودعائي فيك. ايه الغلط؟ ايش الاشكاليه؟ طيب اتكلمي، تفضل اتكلم انت. الاشكال مو انا قلت، يعني انا قلت لك موافقك بس تتكلم كلام انت ما فهمت تتكلم، يعني هسه خلينا نتكلم هذا الكلام. اللهم بس قاطع انا اخي اشرف حتى انا هم أددت على هذا الكلام. اللهم فشه اقبل دعاء النبي معناها، وانا اخالف كل شيء على شيء قالوا، معناها اقبل دعاء النبي. بس اي دعاء النبي؟ دعاء النبي الذي علمني اياه اللي هو ايه بقى؟ ان الالباني يقول في كتابي. نعم، احنا ناخذ ظاهر حديث. طب ممتاز 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 ممتاز. ثانيه واحده، وهل كان من ضمن اسمعني يا استاذ الفاضل، اسمعني ايه هو دعاء يعني معلش انت بتقول يقبل دعاء النبي اللي هو علمه له؟ إيه هذا ظاهر حديث، اما باطنا ما اعرف احنا ايه باطن. هو كمان الحديث عندك ظاهر وباطن. اهدى بس على نفسك يا حسين. حسين، نحل الاشكاليه. تمام، عندما قال وابتغوا اليه الوسيله، مش ده عندك نوع من انواع الوسيله؟ اسمع بس يا حسين، هل النبي محمد، اسمعني يا استاذنا، يا استاذ حسين، هل النبي محمد، يا استاذ الفاضل، هو نفس النقطه، هو نفس النقطه، التوسل، والله بتكلم في التوسل، والله نفس النقطه، ما خرجتش عن التوسل المشروع. الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم شفى الأعمى بدعائه أم شفى الأعمى بذاته؟ نعم. ها؟ نعم، يعني هو سأل الله، الله شفاه بمكانة محمد. نعم، هو سأل الله، الله شفاه بمكانة محمد، محمد، وليس بدعاء محمد. يعني يبقى إذن الله رفض دعاء محمد. نعم. اسمعني، الله رفض دعاء محمد وقبل دعاء الضرير. ليش هو دعاء النبي محمد هو مدعى بضرر؟ الآن خطأ. مش أنت بتقول إن الله يا أستاذنا ركز، الله يصلح حالي. النبي دعا للضرير أم لم يدعو للضرير بالشفاء؟ هو علمه دعاء. ده دعاء تاني، ده هو بيقول للضرير أنت كمان ادعي زيي، ادعي ربنا أن يقبل شفاعتي فيه. ما قالوش ادعى الله بهذا الدعاء وستشفى. وإلا ما كان قال الضرير، يا عم اهدى بقى، الله يصلح حالك، أنت بتفهمه إزاي؟ وإلا كان قال الضرير، ما قال الضرير اللهم شفعه فيه. هل طلب الضرير
في الدعاء ان يشفى من المرض من العمى اللي هو علمه النبي؟ نعم. اين طيب طلب يلا اديني طيب كده انت اين طلب ان يرفع عنه البلاء الاعمى؟ تفضل ادي النص الحديث. اين طلب في توجهت بك لربي في حاجتي لتقضى؟ ايه هي الحاجه؟ تمام. هو المفروض ان ادعى الله ان يعافيني. ما طلبش اصلا في الدعاء اللي علمه النبي ان الله يعافيه. من الذي دعا ان يعافيه الله؟ تفضل جاوبني. هو دعا لنفسه كما في في الحديث. الحديث هو دعا لنفسه، لا يوجد اي لفظ ان النبي دعا له. هذا من عندي راسك، من عندي راسك، ماكو اي دليل ولا حديث ولا لفظ ولا زياده تقول ان النبي دعا له. هاي فقط انت مطلعتوها. هل كذب؟ اسمع يا حسين، اسمع يا حسين، اسمع يا حسين، اسمع يا حسين، اسمع اسمع اسمع. عندما جاء الضرير النبي قال له ادعي لي، قال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت. عندما قال ان شئت دعوت لك، هل كذب النبي على الضرير هنا؟ لا لم يكن. انت وانت الكذاب على النبي لما تقول ان النبي لم يدعو اساسا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان شئت دعوت لك، معنى هذا ان النبي دعا. اما اللي في مخيلتك ده في مخيلتك انت. اما لو كان قول النبي ساعلمك دعاء ان دعوته شفيت، ده امر اخر. لان هنا قال في نفس الحديث اخواننا الاحبه خدوا بالكم، ان شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير، قال فادعه. تمام. ثم بعد ذلك إذا كان هذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في، دي الخلاصة، شفعه يعني أقبل دعاء، أقبل شفاعته، اللي هو في إيه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يعافي. اما اللي انت بتقوله ده يا حسين، طيب اسمع يا حسين، عندي سؤال بقى. انت عمال تسال وانا ما سالتش. عندي سؤال، عندي سؤال. لا لا ما تجاوبش، عندي سؤال. اسمع ليش ادي اجاوبك؟ انا دلوقتي عندي سؤال، انت سالت وانا بص فصلت وفسرت وكل حاجه. لا يا عم انا عندي سؤال، يا عم انا عندي سؤال، انا ما سالت يا عم انا عندي سؤال. كل ده ما سالتش؟ لا طيب خلينا اسال. طب روح بقى. ده بيقول لي كل ده انا ما سالتش. يا اخي الشيعي عنده موهبة في الكذب. كل ده ما سألش، كل ده هو ما سألش، بيقول انا لسه ما سألتش. دعاء الاعمى ده اكبر دلالة فيه على التوسل المشروع، اللي هو دعاء التوسل ودعاء العبد الصالح. في الكتب الشيعية، تعالوا بقى نروح نشوف الشيعة ماذا يقولوا عليه. ما اخوانا الاحب عشان ده دين بيحب يبحث عن الشرك بابره، يعني يقول لك اصل انا ما سالتش خالص. يعني خدوا بالكم، يعني بالله عليكم كشيعة، انتوا كشيعة مستمعين، ده ما سالش خالص. الله المستعان، سبحان الله. والله يقول لك انا ما سالتش خالص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلين معايا. اسمعوا اخواننا الاحبه بارك الله فيكم، ماذا يقول علي بن ابي طالب في التوسل؟ عشان الاستاذ اللي بيقول لك اصل التوسل. اسمع يا استاذ ثانيه واحده، مين معايا؟ مين معايا؟ يا حكيم. ثانيه واحده يا حكيم. يقول لك ان افضل ما توسل به المتوسلون، اسمعوا كده يا اخواننا الاحبه عشان الشيعه تتعلم بس. قال امير المؤمنين افضل ما توسل به المتوسلون الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة وإقامة الصلاة فإنها الملة وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الله وصيام شهر رمضان فإنها جنة من عذاب الله حج البيت خد للآخر والصدقة وصلة الرحم. عددوا يا أخواننا الأحبة بارك الله فيكم. لكن الشيء لا، هو عايز يجد مبرر لما يفعله في الذهاب إلى القبور ودعاء أصحاب القبور. مش هنلاقي حد بيتصل اساسا، لان انا عارفها حلقات صعبه مستصعبه على الشيعه الاثني عشرين.
منكم مبني على طراها. وماكو حد يرد، وما فيش حد يرد. هيرد يقولوا ايه؟ هيرد يقولوا ايه؟